السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني من الدرس الثالث في وحدتنا الرابعة، واللي كان عنوانها Looking After Our World، يعني الاعتناء بعالمنا. طبعا الجزء الثاني في الدرس الثالث خاص بالماث، يعني بالرياضيات، واللي هنعرف فيه ازاي بعرف تسلسل الأرقام سواء بزيادة رقم أو بأن أنا بطرح رقم، وكمان هاخد خلفية عن تتالت فيبوناتشي وده عالم الرياضة الإيطالي المشهور. تعالوا يلا نبتدي الكلمات، بس قبل ما نبدأ لو ما كنتش مشترك في القناة يلا اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو حابب تدعم قناتنا عشان تبقى متميز اكتر ممكن تفعل ميزة الانتساب اللي جاية جنب الاشتراك. تعالوا نشوف يلا الكي فوكابيولاري بتاعتنا. اول كلمة كلمة linked by linked by linked by linked by linked by معناها مرتبطة بي. useful useful يعني مفيد. mathematician 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 طبعا حبيبي C-I-A-N بتنطق شن شن mathematician. sequence 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 حبيبي بمعنى تسلسل. rule 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 حبيبي بمعنى قاعدة. previous 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 حبيبي بمعنى السابق. Italian 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 يعني إيطالي. workout 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 معناه يكتشف حل. طبعا ايطاليان جايه من ايطالي حبايبي اللي هي دوله ايطاليا ودي الجنسيه منها. تعالى كده نشوف ايه هو النمبر سيكونسز، يعني ايه هو تسلسل الارقام. قال لي النمبر سيكونس از ا ليست اوف نمبرز ذات ار لينكد باي ا رول، اللي هي مجموعه من الارقام مرتبطه بقاعده. اف يو ورك اوت ذا رول لو انت عارف القاعده دي ايه، you can find the next number in the sequence تقدر تعرف الرقم التالي في التسلسل ده، وهنا يا بيكون عن طريق الجمع يا اما عن طريق الطرد. تعالوا نشوف حبايبي المثال اللي هو مديهولي كده، مديني 10 12 14 16 18 20 22 24. طبعا عشان اكتشف القاعده هنا لازم اشوف يا ترى ايه اللي حصل للعشرة بقت 12، هتقول لي زودنا 2 فبالتالي يبقى هنا القاعدة بتاعتي ان انا add to بضيف 2 فال 12 بقت 14 يبقى زودنا 2 هتبقى 16 زودنا 2 هتبقى 18. يبقى اذا الرول بتاعتي هنا ايه، ان انا add to ضفت 2. طب تعال نشوف اللي بعدها، بقول 24 22 20 18 16 14 12 10. طبعا هنا لازم اشوف يا ترى ال 24 اللي هي 24 بقت 22 ازاي، هلاقي ان هو نقص 2 فهنا اكيد تبقى القاعده subtract 2 يعني انا بنقص 2 عشان اجيب الرقم التالي. يبقى هي الفكره هنا، هشوف يا ترى انا بجمع كام عشان اجيب الرقم التالي ولا بطرح كام عشان اجيب الرقم التالي، فهيبقى سهل جدا ان انا اكمل التسلسل ده. طب ايه هي يا مستر بقى ذا فيبوناتشي سيكونس، ايه هي متتاليه فيبوناتشي دي يا مستر؟ ألي فيبوناتشي was a famous Italian mathematician يعني كان عالم إيطالي حبيبي مشهور، عالم رياضيات مشهور. mathematician يعني عالم رياضيات. He noticed a number sequence that was very useful for math and the other sciences. اكتشف تسلسل رقمي مفيد جدا في الرياضيات وكمان في العلوم الأخرى. Because he was the first to talk about this sequence يعني كان أول واحد يتكلم عن التسلسل ده. It took his name عشان كده اكمن هو اللي اكتشفه حبيبي فخد اسمه اللي هو فيبوناتشي سيكونس. It's called the Fibonacci sequence يعني اسمه متتالية فيبوناتشي. طب بنعمل ايه في المتتالية دي، بنعمل ايه في التسلسل ده؟ قال in the sequence يعني في التسلسل ده you find the next number if you add the two previous numbers together يعني انت بتجيب الرقم التالي بان انا بضيف الرقمين اللي قبله مع بعض. تاني انا بعرف الرقم التالي لما اضيف الرقمين اللي قبله مع بعض، يعني مثلا تعالوا نشوف المثال اللي هو مدهول. هنا صفر زيرو وهنا وان، لو ضفت زيرو بلس وان هيدينا وان. طب انا عايز اجيب الرقم اللي بعده يبقى اجيب وان بلس وان هيدينا تو. طب عايز اجيب الرقم اللي بعده يبقى وان بلس تو هيدينا 3. برافو عليكم. طب عايز اجيب الرقم اللي بعده يبقى 2 بلس 3 هيدينا 5. طب عايز اجيب اللي بعده هيبقى 3 بلس 5 از 8 وهكذا، هتنيني ماشي بقى بالتسلسل ده. يبقى اذا متتالية فيبوناتشي
بتيجي بالمنظر ده، ان انا بضيف الرقمين فيدينا الرقم اللي بعده، اضيف الرقمين فيدينا الرقم اللي بعده. تعالوا نشوف بقى حبايبي الاكسرسايزز اللي هو مديها لي في الجزء ده من الدرس. هنا بيقول لي write the numbers to complete the rules، اكتب الارقام عشان تكمل القاعده. عندنا 5 وعندنا 10 وعندنا 15 20 25 and 30. الخمسه ازاي هتبقى 10؟ تعالى كده نطرح 10 ناقص 5 هتدينا 5. يبقى اذا انا هنا مشيت بان انا ضفت 5 5 5 5، فبالتالي الرول هنا اد هضيف كام؟ هتقول 5، يعني هضيف رقم 5. طب تعالى نشوف اللي بعدها 30 25 20 15 10 5. طبعا لو بصينا هنا ال 30 هتبقى 25 ازاي؟ هنقص 5. يبقى اذا التسلسل ده القاعده بتاعته subtract يعني بننقص 5 يعني بننقص 5. طيب تعال نشوف سي 7 10 13 16 19 22. طبعا على طول بقى خلاص احنا لاحظنا يا مستر 7 تبقى 10، ان انا add 3 بزود 3، وال 10 تبقى 13 بزود 3، فبالتالي القاعده هنا add 3 بزود 3. طيب 0 10 20 30 40 50. اللعبه بتاعتنا بقى هتقول له يا مستر الزيرو بقت 10، ان انا اد 10 زودت 10، وهنا برضو 10 وهنا 10، فبالتالي القاعده هنا اد 10 بزود 10. طب تعال نشوف اللي بعدها 25 32 21 19 17 and 15. طبعا حبايبي لو سالتك يا ترى ال 25 هتبقى 23 ازاي، هتقول له يا مستر هطرح 2. فهنا يبقى subtract 2 بطرح 2 بيدينا المتتالية دي. تعالى يلا في السؤال التاني بيقول write the missing numbers in each sequence، يلا اكتب الرقم الناقص في كل متتالية او كل تسلسل رقمي. عندنا 85 80، هتقول له هنا عملت ايه؟ طرحت 5. يبقى لما اطرح 5 هنا هيدينا 75، ممتاز. واطرح 5 يبقى 70، واطرح 5 يبقى 65، واطرح 5 يبقى 60، ممتاز. طب تعالى انا نمبر 2 25 34. ازاي ال 25 تبقى 34؟ عشان اوصل لل 34 لازم ازود excellent 9، فبالتالي هزود ال 9 دي على ال 34، برافو عليكم، هتبقى 43. 43 ازود 9 52، ازود 9 61، ازود 9 هيبقى 70 70. تعال نشوف حبايبي يلا المتتاليه اللي وراها. عندنا 20 40. طب ال 20 تبقى 40 ازاي؟ هتقول لي يا مستر زودنا 20. طيب ال 40 هتبقى 80 ازاي؟ هتقول لي لا كده ما زودناش 20 يا مستر، يبقى كده زودنا 40. يبقى القاعده ماشيه ازاي حبايبي؟ القاعده ماشيه بان احنا بنضاعف الرقم. طالما بنضاعف الرقم يبقى اذا ايه اللي نضعفه؟ يبقى 20. هتقول لي 10 10 حبايبي يعني 10، بدي 10 ضعفناها بقت 20، ال 20 ضعفناها بقت 40، طب ال 40 ضعفناها يبقى 80، طب ال 80 نضاعفها يعني نضرب في 2 هتبقى 160 يعني 160، وال 160 نضاعفها يبقى 320. تعالوا حبايبي يلا نشوف نمبر 4. عندنا 50 يعني 50، وعندنا نقط، وعندنا 42 يعني 42، عندنا 38. طب ايه العلاقة بين ال 42 وال 38؟ قول لي يا مستر نقصنا 4 نقصنا 4. طيب يبقى لو نقصنا ال 4 من ال 50 هتبقى 46 يعني 46، وبقت 42 بعدين 38، تعالى يلا نقص 4 هتبقى 34، تعالى ناقص 4 هتبقى 30. طب تعالى كده نكتشف اللي بعدها 28 28، وبعدين الرقم، وبعدين 48 48، وبعدين 58 يعني 58، وبعدين هناك 78. لاحظ حبايبي ان الرقم ده شكل ما هو، العشرات هي اللي زادت ايه؟ برافو عليكم، هنا لهنا زادت 10، فبالتالي هتبقى 8 كده 38 48 58، وبعدين 68 68.
تعالوا يلا نشوف اللي بعدها. عندنا 64 55 46 37. هتقول اه يا مستر هشوف العلاقة ايه بين الرقمين دول، ال 64 عشان تبقى 55 ها نقصنا كام؟ هتقول لي اه يا مستر كده نقصنا 9. طب وهنا؟ هتقول لي برضو نقصنا 9. اذا هي ماشية بان انا بنقص 9. طيب تعال نقص يلا 9 هنا هتبقى 37. طب تعال نقص 9 هنا هتقول لي اه هتبقى 28. طب تعال كمان ننقص 9 اكيد هتبقى 19 يعني 19. تعال يلا حبايبي نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي write the next two numbers in each sequence. اه اكتب الرقمين المتتاليين في كل تسلسل. عندنا 11 15 19 23 27 31. عمل ايه يا حبايبي؟ انا عرفت يا مستر. ايوه برافو عليكم. هو هنا add 4 زود 4، فكل ما يزود 4 بيزيد الرقم. طب تعال نشوف 6 12 24 48. ها لاحظت ايه؟ ممتازين. انا لاحظت يا مستر ان هو بيضاعف الرقم مش بيزود رقم، هو بيضاعف الرقم نفسه. هنا 6 بقى 12 يعني بيضرب في 2 حبايبي. طيب 24 طيب هنا 48 تعال يلا نضرب في 2. 2 times 8 2 في 8 هتقول ب 16. برافو عليكم. طيب الواحد هيبقى هنا 2 times 4 is 8 8 plus 1 is 9. تطلع حبايبي تعال يلا times 8 times 2 نضرب في 2. 2 times 6 برافو عليكم 12. طيب هحط ال 1 هنا. 2 times 9 ممتازين is 18 and 1 is 19. تطلع حبايبي 192. يبقى اهم حاجة نكتشف ايه اللي بيحصل، ماشية ازاي تسلسل. تعال عندنا 21 30 39 48. اللي حصل 21 بقى 30 زودنا 9 يبقى احنا كده ماشيين. برافو عليكم بنزود 9. تعالوا يلا نعمل adding 9 هنا هنزود 9. 9 plus 8 is 17. وحط الواحد هنا على ال 4 تبقى 5 تبقى 57. طب تعالوا يلا نعمل adding 9. 7 plus 9 is 16. اللي حط الواحد هنا تبقى 6 تبقى 60. 6 يبقى رقمين بعدها 57 and 66. تعالوا يلا نشوف نمبر 4 3 10 17 24. ال 3 هتبقى 10 ازاي حبايبي؟ برافو عليكم adding 7 زودنا 7 زودنا 7 زودنا 7 يلا نزود 7 كمان يبقى ادي 1 ومعانا 1 يبقى 3 يبقى 31. تعالوا يلا نزود 7 اكيد هتبقى 38 يعني 38. تعالوا يلا نشوف نمبر 5 40 51 62 73. ال 40 تبقى 51 ازاي حبايبي؟ هتقول له يا مستر احنا هنا زودنا 11 زودنا 11 بحالهم. طب وهنا كمان 11 وهنا كمان 11. طب تعالوا يلا كمان نزود 11. 1 plus 3 is 4 1 plus 7 is 8 تبقى 84. تعالوا نزود كمان 11. 1 plus 4 is 5 and 1 plus 8 is 9. يبقى الرقمين بتوعي 84 and 95. تعالوا نشوف حبايبي يلا نمبر 6. عندنا 6 12 18 24. ها اللي لاحظته؟ ايوه يا مستر هو زود 6 زود 6. طيب تعالوا يلا نزود 6 سوري 6. هتقول لي 6 plus 4 is 10 يبقى هنا 1 plus 2 is 3 هتطلع 30. تعالوا كمان نزود 6 هتبقى 36 يعني 36. اخر سؤال بقى حبايبي مدهولي بيقول write the next 3 numbers in the Fibonacci sequence. يعني في متتالية Fibonacci، احنا قلنا بيجيب الرقم التالي بان احنا بنضيف الرقمين اللي قبله على بعض. يعني هنا 0 1 يبقى 1 1 plus 2 is 3 2 plus 3 is 5 plus 8. طب 8 plus 13 هتقول له يا مستر هتبقى 3 plus 8 is 11.
يلا واحد هنا يبقى 2 يبقى 21. طيب يلا نجيب الرقم اللي بعده. يا ترى هجيب الرقم اللي بعده ازاي؟ هتقول له يا مستر على حسب المتتابعه دي بضيف الرقمين دول على بعض. طيب تعالى يلا 1 بلس 3 is 4 and 2 بلس 1 is 3 هتطلع 34. طب هجيب اللي بعده ازاي؟ هتقول لي هضيف الاثنين دول على بعض. طيب 4 بلس 1 is 5. طب 3 بلس 2 is 5 هتطلع حبايبي 55. لان قلنا في المتتابعه بتاعت فيبوناتشي بنعمل ايه يا حبايبي؟ بنضيف الرقمين مع بعض عشان نجيب الرقم اللي بعده. كل رقم بنجيبه بنضيف الرقمين اللي قبله على بعض. وبكده يبقى انا عرفت ازاي بعمل تسلسل رقمي وازاي بعرف القاعدة اللي ماشي على اساسها التسلسل الرقمي ده. وكمان عرفنا ذا فيبوناتشي سيكونس يعني متتالية فيبوناتشي اللي عملها عن طريق اضافة رقمين عشان اجيب الرقم اللي بعده. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو عايز تدعم القناة عشان يجيلك حاجات افضل ممكن تفعل زر الانتساب للقناة, وده هتلاقيه جنب زر الاشتراك. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد, واستنونا في الدرس الرابع من الوحدة الرابعة ان شاء الله. جود باي, السلام عليكم.